بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فإن شاء الله هذا مجلس مفتوح لأننا سنأخذ أجازة لمدة شهر. هناك بعض الأمور الخاصة إن شاء الله ربما تشغلني لمدة شهر، فنلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في بداية شهر 3 لو جعل الله تعالى لنا عمرا وبقية في وقت. وأحب أن أقف مع إخواني على قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة مع وجازتها إلا أنها امتلأت بالمعاني العظيمة. قال ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر اختلف أهل العلم في المقصود بالكوثر، فمنهم من قال بأن الكوثر دلالة على الخير الكثير، يعني إنا أعطيناك خيرا كثيرا، وقالوا بأن الكوثر على وزن ثوعل للدلالة على كثرة الخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ربه سبحانه خيرا كثيرا، وأعظم هذا الخير ما من الله تعالى به على نبيه من النور والهدى ودين الحق، هذا خير عظيم لا يعدله خير. فالخير العظيم ما كان سببا في نجاتك، وما كان سببا في إرضاء ربك، والله تبارك وتعالى أعطى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الخير أشرفه وأغزره، أشرفه وأغزره. فالكوثر على وزن ثوعل صفة من الكثرة، كثرة من الخير أعطاها ربنا سبحانه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا شبيه بقول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وأعطاه ربه عز وجل ما به رضي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل قوله تعالى: أعطيناك، فيها لفتة عظيمة جدا. كثير من الناس يخوض في تفسير القرآن ويزعم أنه فيه ضالع أو متضلع، معذرة، يزعم أنه فيه متضلع ولم يحز على فن من الفنون ولا آلة من الآلات. لو أتيت له بجملة قدمت فيها الخبر على المبتدأ لكان حاله كقط وقع في المحيط. قوله تعالى: أعطيناك، فعل وفاعل مفعول، أعطى، أعطيناك، فعل وفاعل مفعول. وإذا كانت الجملة الفعلية بهذه الصورة، يعني في كلمة واحدة فيها الفعل والفاعل مفعول، تدل على معنى القرب والصلة، تدل على معنى القرب والصلة. أعطيتك، منحتك، أطعمتك، فلا يمكن أن تطعم من كان بعيدا ولكن تطعم من كان قريبا. زرتك قرب وصلة، علمتك قرب وصلة. فهذه الكلمة اشتملت على أنواع الجملة
أو اشتملت على جملة بكل أركانها، فعل وفاعل ومفعول. فهذا دليل على قرب النبي من ربه سبحانه. النبي عليه الصلاة والسلام قريب من الله، وهذا فيه إشارة إلى أن العطاء شرطه القرب. العطاء شرطه القرب، من أراد عطاء ربه فليقترب منه، فليقترب منه. كيف تكون بعيدا عن ربك وتطمع في جائزته ونواله؟ هذه مسألة عجيبة. فتأمل إلى هذه الكلمة مع وجازتها كيف أنها اشتملت على هذه الإشارات البديعة، إشارة القرب والصلة، ثم العلاقة بين العطاء والقرب. فمن أراد العطاء فليلزم جناب القرب، من أراد العطاء فليلزم جناب القرب. وعطاء ربنا سبحانه وتعالى واسع لا حد له ولا وصف، لا حد له ولا وصف. كل شيء هو من جملة مصالحك عند الله تبارك وتعالى خزائنه، ليس عند الله تعالى شيء منه، ولكن عند الله تعالى خزائنه. وإذا كانت النعم بين الناس محدودة وبين الناس مقدرة، فإنها عند الله تعالى خزائن. فأموال الناس ما هي إلا أموال محدودة، الصحة محدودة، الشرف، الوجاهة، كل شيء من النعم التي يحتاجها الإنسان هي عنده محدودة. أما هي عند الله تعالى خزائن. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يبقى القدر المعلوم عندنا، أما الخزائن عند من؟ عند الله. فمن أراد شيئا من خزائن الله فعليه أن يقترب من الله، من أراد شيئا من خزائن الله فعليه أن يقترب من مولاه. إنا أعطيناك الكوثر. إذا استفدنا من هذا التأويل ضرورة القرب من الله، إن الإنسان يقترب من الله، يقترب من الله تعالى. هذه مسألة مهمة. وأسباب القرب إلى الله لم يجعلها ربنا سبحانه في باب أو بابين، ولكن جعل ربنا سبحانه وتعالى العبادات والقرب، حتى بنسميها قرب، بنسميها ماذا؟ إيه؟ قرب. بنسمي العبادات قرب لأنك بها تقترب إلى الله عز وجل، تقترب إلى الله عز وجل. جعلها ربنا عز وجل متنوعة ليحوز كل مكلف على ما يقدر عليه. هناك إنسان القرب التي يقترب بها ويتقرب بها إلى الله الصلاة، وآخر الصيام، وثالث الصدقة، ورابع الدعوة، وخامس العلم والتعليم، وسادس مساعدة المحتاجين والمنقطعين، وسادس وسابع أمور كثيرة. نوع ربنا عز وجل العبادات، نوع ربنا عز وجل العبادات. بل أخبر نبي ربنا صلى الله عليه وسلم أن الجنة يمكن أن تدخلها بيسير العمل، الجنة تدخلها بيسير العمل، فيكون يسير العمل قربة، هذه القربة تكون سببا في دخولك الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، يتقلب أي يتنعم، ليس المقصود بيتقلب أي ينقلب ظهرا لبطن ويتمرغ، ولكن المقصود يتنعم. وإحنا عندنا حتى في المصالح البلدي
فلان ده بيتمرغ في النعمة. ليس المقصود بيتمرغ كما تتمرغ الدبة، ولكن مقصود أنه يتناعم تناعما واسعا. هذا الرجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يتقلب. لماذا؟ من أجل ماذا؟ ما هي القربة العظيمة التي أوصلته إلى الجنة؟ يا ترى ما هي القربة العظيمة؟ إنها أمر يسير. ما ذلك الأمر اليسير؟ لغصن نحاه عن طريق المسلمين. سبحان الله، غصن فرع شجرة نحاه عن طريق المسلمين. يمكن أن تستبدل غصن الشجرة بقطعة من الزجاج، أن تستبدل غصن الشجرة بحفرة يمكن أن يقع فيها إنسان. الناس تسير بالعربيات في الطرق والعربيات تنزل في الحفر، وتسمع صوت السيارة وهي تنزل في هذه الحفر، تشعر بأن قلبك يكاد أن ينقلع من مكان. يمر اليوم والأسبوع والشهر والسنة والحفرة كما هي، والحفرة كما هي. مرة من المرات قلت لأحدهم: لماذا لا تجعلون هناك مطبا قبل هذه الحفرة؟ طبعا الحفرة ما يقدروش يردموها لأن مطلوب يتعمل فيها سلوك وبتاعه مطب. قالوا: هذا إجراء واسع جدا، واسع جدا، لابد أن تعمل طلب للطرق وطلب للوحدة المحلية، ولو عملت مطب من غير ما تعمل الإجراءات الرسمية تاخد غرام خلف. سبحان الله، مسألة عجيبة أن الإنسان يستطيع أن يتقلب في الجنة بقربة يسيرة، ولكن يظن بها على نفسه، يظن بها على نفسه. ينبغي ألا تفوت خيرا، بل ينبغي أن تكون قناصا جيدا للخيرات، قناصا جيدا للخيرات. فإن تهيأ لك خير إياك أن تدعه، إن تهيأ لك خير إياك أن تدعه. كل هذه المعاني في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. إذن الكوثر فوعل الخير الكثير، وتكلمت عن دلالة أعطيناك والعلاقة بين الكوثر والعطاء. القول الثاني أن الكوثر نهر في الجنة، نهر في الجنة، ولعل ذلك النهر من غزارة ما فيه من خير سمي أيضا بماذا؟ بالكوثر. يعني هذا النهر الذي لا نعرف وصفه بدقة فيه من الخير كثرة، كثرة ما سماه ربنا عز وجل بماذا؟ بالكوثر. وعند التحقيق لا فارق بين القولين: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. التقدير: فصل وانحر لربك، فصل وانحر لربك. وهنا عدة معاني لابد من الإشارة إليها. أن هذه الآية فيها أن الإخلاص شرط في قبول الأعمال، إن الإخلاص شرط في قبول الأعمال. فالنحر والصلاة لمن؟ لله. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله، لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى مين؟ إلى الله. وهنا فصل وانحر لربك. إذا مبتغى الإنسان في الطاعة هو من؟ هو الله. ليس مبتغاك ثناء الناس عليك، وليس مبتغاك أن تذكر عند الناس بالخير أبدا. فالإخلاص
أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم. المدح كالقدح يستويان في قلبك، لأنك ملتفت إلى الله. من ذا الذي يفرق بين المدح والقدح؟ هو ذلك الذي التفت عن الله إلى غير الله. رجل ملتفت عن الله، إذن كل همه الخلق، كل الهم الخلق، أن يرضي هذا وأن يرضي هذا وأن يرضي هذا، وهيهات أن يقع له ذلك. ولذلك كان بعض السلف يقول: طلب وجه واحد خير من طلب ألف وجه. يعني لما أنت تطلب وجه واحد أفضل ما تطلب إيه؟ ألف وجه. لو أنت تريد أن تطلب ألف وجه ستجد 900 سيرضون عنك، وتجد 100 يسخطون عليك. لكن عندما تطلب وجه الله سبحانه لن تلتفت. يبقى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له. دي كلها إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. فلابد للإنسان أن يحرر نفسه من الشرك الخفي، أن يحرر نفسه من هذه الآفة التي تدب إلى قلبه دبيب النمل لتفسد عليه العمل. ففي الحديث الصحيح يقال للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون، هل تجدون عندهم من أجر؟ لا يجدون عندهم شيئا. فالمثوبة والأجر والدرجة والمنزلة لا توجد إلا عند الله. قال الله: فابتغوا عند الله الرزق. الإنسان يبتغي عند الله تعالى الرزق في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. فصل لربك وانحر. لابد أن تكون العبادات القولية والعملية، البدنية والمالية، مصروفة لله سبحانه، لا تصرف لأحد غير الله، وإلا صارت شرك. الأمر الثاني أن العبادات كثيرة، فلماذا ذكر الله تبارك وتعالى العبادات المالية وهي ماذا؟ النحر. الصلاة عبادة بدنية، والعبادات معظمها بدني، العبادات معظمها بدني، هذا هو الغالب على العبادات. ذكر ربنا عز وجل جنس العبادات المالية لأن الإنسان من طبعه شحيح، الإنسان من طبعه شحيح بخيل، ده طبع موجود في الإنسان. ولذلك الإنسان يجاهد نفسه على طبعه ليكون نبيلا وليكون سخية، ليكون نبيلة وليكون سخية. فما بالكم إذا كانت أحوال الناس يعني في ضيق شديد، فإن ذلك الطبع يكون غالبا عليهم. فكما أن لك عبادات بدنية تجود بها، أيضا العبادات المالية لابد أن تجود بها. واجعل كل ذلك لله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وبالتالي أقوالك وأفعالك يا ترى لماذا تفعلها؟ تفعلها لله أم تفعلها لغير الله؟ أم إن المسألة لا تجعل فيها نية أصلا لله والغير الله تفعلها كذا؟ الغالب على الناس أنهم يفعلون الأشياء بالنوايا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن الإنسان بمقتضى عقله لا يفعل شيئا من غير علة،
من غير علة وإرادة. الإنسان مركب، ومن جملة ما ركب به الإنسان الإرادة، لابد من وجود إرادة. فالإنسان مريد ويفعل أفعاله يريد من ورائها شيئا، فيا ترى لماذا تريد ذلك الفعل؟ تريده لله أم لغير الله؟ إن كان لله فاحمد ربك أن هداك، وإن كانت لغير الله فاحمد ربك أن جعل لك في العمر فسحة حتى تجاهد نفسك وتجعل عملك لله سبحانه. إذن هذا باب في الإخلاص لابد أن نجتهد في تحصيله وأن نتدرب عليه. وأصحاب السلوك من السلف عليهم رضوان الله كانوا أئمة في هذا الباب، كانوا أئمة في رعاية أحوال قلوبهم، وما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بعد طول المجاهدة، إلا بعد طول المجاهدة. ولذلك نصيحتي لإخواني بارك الله تعالى فيهم أن يجتهدوا في رعاية قلوبهم، أن يجتهدوا في رعاية قلوبهم، وأن يكون الإخلاص إماما لهم، وليحذروا كل الحذر مراعاة الخلق، فإن الخلق رياؤهم لا يمكن أن يكون متفقا، ما يتفقش أبدا مع الإخلاص عليه الصلاة والسلام. إن شانئك هو الأبتر صلى الله عليه وسلم، إن شانئك مبغضك يا رسول الله، وبالآية مبغضك يا رسول الله، الذي يبغضك يا رسول الله فينتقص منك في شخصك أو في هديك أو في سنتك، هذا أبتر، أبتر أفعل، أي هذا أقطع. الأبتر أي الأقطع الأجزم الذي لا خير فيه. كان بعض المسلمين إذا حاصروا حصنا فأعياهم، إذا حاصروا حصنا فأعياهم، فسمعوا المحصورين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينتقصون منه، علموا بقرب الفرج. يعني هم محاصرين هذا الحصن، فإذا سمعوا من في الحصن يسبون رسول الله أو ينتقصون رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا بالنصر. ليه؟ لأن ربنا هو اللي قال كده، إن شانئك هو الأبتر. فكل من انتقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصا أو هديا أو سمتا أو دلا أو سنة فله نصيب من هذه الآية المباركة. وهنا بعض الناس يظن أنه بإمكانه وفق عقله المجرد أن يتحكم في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، السؤال: الذين حكموا العقل المجرد في الهدي المزهر المبارك كيف آل حالهم؟ كيف آل حالهم؟ لو قرأنا مثلا ترجمة الغزالي أو ترجمة الجويني أو ترجمة الشهرستاني أو ترجمة الرازي، كل هؤلاء الناس قبل أن يموتوا رجعوا إلى الوحي، رجعوا إلى الوحي واعترفوا أنهم اتبعوا الطرق الكلامية فما أفادتهم شيئا، ما أفادتهم شيء. الآن نسمع عن الذين ينتقصون من السنة ويطعنون في التراث ويطالبون بنسخة ثانية من الدين، نسخة ثانية من الدين. يعني يقول لك إن الدين له عدة نسخ، النسخة الأولى كانت في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة، فالدين في ذلك الوقت كان نافعا لهم، دي النسخة بتاعتهم.
احنا بقى عاوزين نسخة جديدة تناسب ذلك العصر. بالضبط اول ما طلع الكمبيوتر كان الكمبيوتر ده الرأس بتاعته كانت نص جيجا، ويوم ما تطور بقى 2 جيجا. الكمبيوتر او 2 جيجا ده يعتبر ده قمة التطور في ذلك الوقت، 2 جيجا. طب دلوقتي هناك ممكن تحط لها كم جيجا؟ لغاية 4000 جيجا. يا ترى نفضل الكمبيوتر بتاعنا بنص جيجا ولا نطوره ل 4000 جيجا؟ أنا بقول بقى باللغة بتاعتنا العصرية دي. هتطوره. كذلك الدين. أيام زمان كان الجمل والحمار والجحش والغنمة، وكان الأكل هناك عبارة عن قرص شعير بشوية ملح وزيت وانتهى الموضوع. ممكن واحد يعزم واحد يروح البيت يقعدوا على المشنة وبعدين يحط له قدامه قرص شعير وشوية ملح، أدي الغد، ويبقى غدا ما شاء الله نعم الإدام والبتاع وما إلى ذلك. دلوقتي لو عزمت واحد واديت له فطيرة وشوية ملح، الله المستعان الله المستعان. يبقى إذن الأمور تغيرت. أيام زمان كانوا بيركبوا الحمار والجحش، ها، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. طب دلوقتي احنا بنركب الحاجات دي؟ وهل الزينة في هذه الأشياء؟ طب ممكن بعض الناس المترفين لما ابنه جاب 50% في الثانوي قال أنا كنت عاوز أجيب لك عربية مرسيدس، لكن أنت ما فعلكش إلا عربية لادة أو عربية فيت، عقوبة له. سبحان الله، أدب المقتضى. فهؤلاء المجانين الذين يظنون أنهم أصحاب العقول يريدون إحداث نسخة جديدة للدين، ويسمون ذلك تجديد الخطاب الديني. من أجل ماذا؟ المواكبة والمعاصرة، ويسمون ذلك بمنهج الحداثة، يريدون ذلك الأمر. طيب دعني أتخيل ذلك الأمر. تركنا السنة وتركنا كتب الفقه وتركنا كلام أهل العلم، وسنتبع أنفسنا عقولنا، سنتبع أنفسنا لهذه العقول. طيب يا ترى كل إنسان هيقرأ ويفهم بعقله، ده يفهم بعقله وده يفهم بعقله وده يفهم بعقله. واحد يجي يكلمني في القرآن بعقله، هرفض كلامه لأن أنا أعتقد أن عقلي أحسن من عقله، وده يرفض كلام ده لأنه يعتقد أن عقله أحسن من عقله. من الذي سيستطيع أن يجعل كلامه كلاما حاسما جازما؟ حد يقدر؟ إذن الأمة ستخوض في الخلافات، وستنقلب الأمة إلى سفسطائية فاسدة زي ما حصل في القسطنطينية. كان المسلمون يحاصرون القسطنطينية، وكان البيزنطيون كانوا يتناقشون في مسائل بسيطة متعلقة بالجوهر وما إلى ذلك. المسلمين بيحاصروه والمدافع بتضرب عليه، وما قاعدين نازلين ايه نقاش، عاوزين نحل القصة دي. ما نقومش الا ما نحلها، زي لعب شطرنج، الدور ما يتفضش الا لما مش هنقوم الا لما نخلص الدور ده. هيقوموا ازاي؟ سبحان الله. سيضطر الناس بعد فترة نتيجة كثرة المشاكل والخلافات ان هم يعظموا بعض البشر، ينتخبوهم لجودة عقولهم لكي يكونوا مراجع عقلية للأمة، مش كده؟ بعد فترة لابد ان هذه المسألة. فيا ترى من سننتخبهم لجودة عقولهم؟ يا ترى لو احنا حطناهم وحطينا جنبهم الأئمة، يطلعهم ايه بجوار الأئمة؟ يطلعوا ايه؟ علما وفهما واخلاقا. اذا نظرت الى احد هؤلاء النوكة وهو يتكلم عن دين الله، انسان لا يفهم شيئا ولا يعرف شيئا وبضاعته هزيلة. ولذلك لا ينبغي ان نرد على هؤلاء. ترد عليه تقول ايه؟ لا ترد عليهم، ان حالهم كالذين يتلصصون
كحال الجنة الذين يسترقون السمع فيلتقطون الكلمة فيطيرون بها. هؤلاء الناس، ده مسألة في منتهى الخطورة، أن تحكم العقل المحض كما سماه كانت، العقل المحض أن تحكمه في الوحي. لقد فعل ذلك أسلاف، كيف انتهى بهم أمرهم؟ كيف انتهى بهم أمرهم؟ كانوا يقولون بأن العقل مقدم على الوحي، لأن الوحي تعترضه الأغيار، يعني ممكن يكون عام فيخصص، أو يكون مطلق فيقيد وما إلى ذلك، أو يكون منسوخ فينسخ. أما العقل فنتيجته واحدة، اغتروا بذلك الأمر، وهذا من أفسد ما يكون، فإن العقول عند الناس ليست على درجة واحدة. والشاهد، هذه بشارة لأمة الوحي ينبغي أن نطير بها كل مطار، وأن نسعد بها سعادة بالغة، أن كل المحاولات من أجل ضعضعة دين الله تحت أي مسمى من المسميات ما هي إلا كما يعتمل الحمار، لا أقول شيء آخر، الحمار رأسه في الجبل، فإن حماره أو فإن ذلك الحمار سينقلب مكسور الرأس ويبقى الجبل ثابتا كما هو، إن شانئك هو الأبتر. فلنجتهد في إرضاء ربنا بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتواصي بسنته، والعمل الجاد الدؤوب على نصرة هذه السنة، وتعليم الناس دينهم، هذا الدين المنزل الذي أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن التأويلات الفاسدة، بعيدا عن الشطط وعن العصبية وعن التقليد الأجوف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن ييسر سبيلنا، فهو سبحانه وتعالى ربنا ومولانا.